ماذا تقولون في ما تطالب به بعض القوى الغربية بنزع سلاح المقاومة؟ المقاومة كما قلت سابقا عقلا ونقلا، وحتى هم الغربيون نفسهم يعترفون بأنه إذا احتلت دولة لابد من وجود مقاومة، ونزع سلاح المقاومة ليس راجع إلى الغربيين، وإنما راجع إلى نفس المقاومة وراجع إلى نفس شعوبها. الشعب هو من يختار مقاومته، الشعب هو من يختار مصيره، وليس راجع إلى أمريكا وليس راجع إلى إسرائيل.